نسعد اليوم أيضا بإصدار مع زميلي وزير التجارة طابع بريدي مخصص لتشجيع المنتوج الوطني تحت شعار لنستهلك جزائريا. في هذا الإطار أود الإشارة إن تشجيع المنتوج الوطني يبقى إحدى أهم أولويات القطاع، حيث تم إسداء جملة من التوجيهات والتعليمات لكل مؤسسات القطاع من أجل الاعتماد بالأولوية على المنتوج والخدمات الوطنية من خلال إنجاز مختلف المشاريع، علاوة على إطلاق بعض المشاريع الهامة على غرار إنتاج المحلي لتشخيص بطاقة نقدية ذهبية.